ولكن هذه المطالب يعني بانتهاء النظام أو زوال النظام، البعض يرى بأنها مطالب غير واقعية، النظام لن يستسلم بهذه السهولة، وبالتالي سيدفعون هذا النظام إلى المواجهة مثلما قام النظام السوري والنظام المصري والنظام الليبي وغيره من الأنظمة العربية. شوف، النظام التونسي والمصري في البداية سقطوا، لكن المشكلة في مصر مثلا أنه استطاعوا أن يعيدوا من جديد في انقلاب ثورة مضادة كانت وراء الإمارات والسعودية وبدعم غربي. هل هذا ممكن؟ نحن قلنا لهذه الجماعة هذه اللي تحكم خذوا أموالكم، أموالهم على كل حال هي أموالهم في الخارج يعني، ولديهم كثير من الفيلات في الإمارات العربية وفي فرنسا وفي إسبانيا وفي إيطاليا وفي أماكن أخرى، ولديهم حسابات بعشرات الملايين من الدولارات. قلنا لهم ارحلوا واتركوا البلد لأهله. والجزائر المشكلة هو في 1000 شخص فقط في الجزائر، نحن نتحدث عن العصابة الحاكمة هي 1000 شخص أساسا، طبعا هناك منتفعين وهؤلاء آخرين، لكن النوا يدير كما يقال قلب الفساد وقلب العصابة هو 1000 شخص. يعني عندما يذهب 1000 شخص هناك 40 مليون جزائري يستطيعون أن يأتون بالآلاف، لكن أنت محق قد يكون هناك رد فعل، خاصة والعصابة تجد نفسها في الحاجز. هناك 3 أشياء أعتقد أنهم يجعلهم يفكرون جيدا. الشيء الأول هو هذا الخروج العارم بملايين الملايين ومظاهرات غير مسبوقة، وبالتالي الشعب قال كلمته وسمعها العالم أجمع. الأمر الثاني أن القوات المسلحة ليست في أيديهم، وهي أمر بقمع المظاهرات والشعب سينجر عليهم ويكون ضدهم وقد يقتلون. قد يقتلون، نحن نحذرهم من هذا الاتجاه أن يأمروا بقمع الشعب، هذا خطر عليهم قبل كل شيء. والأمر الثالث أن القوى الخارجية الكبرى، وهذا مهم جدا، ترى اليوم أن النظام الجزائري قد أصيب بالجنون، وأنه وهو أصيب بالجنون يريد أن يكون وكأنه خيار شمشون كما يقال. فهم الآن يضغطون من أجل أن لا يكون هناك رد فعل راديكالي من الشعب فتكون ثورة عارمة فتطيح بالنظام وتطيح بكل المصالح القوى الكبرى في الجزائر. هم يريدون أن يحافظوا على مصالحهم في حدود معينة، بعضها مشروع وبعضها غير مشروع، وهم يضغطون عليهم. ولديهم ملفين رئيسيين، ملف أخلاقي لأغلبية المسؤولين الجزائريين، وملف الجرائم في التسعينات لكبار الجنرالات. يعرفون كيف يضغطون عليهم، ولذلك أعتقد أن هذه الأسباب الثلاثة ستجعل كبار الجنرالات ومن معهم يفكرون جيدا في أي عملية قمع قد يقدمون عليها. أحذرهم بشدة لأنهم سيدفعون ثمنها غالي، ونتمنى أن لا يفعلوها، لأنهم في نهاية المطاف نحن لا نريد لهم حتى هم الموت، حتى هم لا نريد لهم الموت، نحن فقط نريد الأمن والاستقرار وقيام مجتمع راشد ودولة قوية بإذن الله. إن شاء الله. أشكرك جزيلا سيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق على حضورك معنا. ولك الشكر.